Selanjutnya kami panggil peserta atas nama Ibu Atin. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al yusri yusra inna ma'al yusri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin nabail azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا في السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
يده ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Kami panggil peserta berikutnya dari peserta bapak-bapak, yaitu atas nama Ustadz Subhan S.Pd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَةِ
وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى
وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاء الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبعا شدادا
واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم القصر كان ميقاتا يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نجدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin dan juga para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa rangkaian acara dan terakhir kita tutup doa yang insyaallah akan dibimbing oleh guru kita selaku dewan juri pada acara siang hari ini kepada Al-Mukarram Veteran Dos Kiai Haji Ahmad Dul Fatah Yasin MA. Dengan segala hormat kami persilakan. Baik, mari kita tutup dengan acara doa. Mohon apa yang kita laksanakan pada pagi menjelang siang hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak ibu-ibu yang menghafal, mudah-mudahan hafalannya di perkuat dan ditambah hafalan yang mudah-mudahan Allah jaga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikiyawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نصرف المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حجة من حوائج الآخرة إلا قضيته ويسر عبد محمد يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ونورا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih terutama kepada rekan-rekan media yang sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara ini sampai acara ini sukses. Alhamdulillah. Kita sampaikan sekali lagi terima kasih kepada peserta yang ikut serta dalam perlombaan ini dalam rangka syiar. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan Al-Qur'an. Dan dari kami mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Tentunya kami mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzurulkana wallahul musta'an. Wa wadiyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.